المجال ده، ده المفروض نقلد، نقلد سيدنا صلى الله عليه وسلم، نقلد أولئك الذين هداهم الله. طب خلينا نقول المشكلة النهاردة يا مولانا، ناس كتير بتقلد ناس مش من البيئة بتاعتنا ولا من المناخ بتاعنا، تقليد بنسميه تقليد أعمى. إزاي نواجه مشكلة زي دي، وإزاي نخلي البوصلة بدل ما هي رايحة كده تيجي كده على مشايخنا علمائنا الأسماء الحقيقية اللي في حياتنا؟ أنا عاوز أول حاجة عشان خاطر التقليد الأعمى الصعب ده لإيه؟ وقالوا إيه؟ وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. فإحنا حضرتك هنا إحنا عاوزين نتكلم الأول، يهمنا تربية النشأ الأولاد. إحنا خدنا من الخارج أدوات زي الفيسبوك مثلا، نتكلم هو تلاقي الولد والبنت كله قاعد على الفيسبوك وما تعرفش إيه اللي جاي له وعمال. بس ممكن تلاقي الأب نفس الحكاية والأم قاعدة، فتلاقي في البيت الواحد شغال آيباد أو موبايل 5-6 موبايلات. وساعات أنا شفت مناظر كده 6 قاعدين، الأب والأم والأربع أولاد شغالين كلهم على الفيسبوك. طب هو ده شغل ليكو؟ طب أنت بتراجع درس معين؟ لا، ده بيشوف حاجات ممكن هي جياله فبيحاول يستطلع. الولد ما عندوش ذنب والبنت، المهم الأب والأم أنتوا بتعملوا إيه على الفيسبوك؟ هل بتفيدوا الناس فبتدي نصيحة؟ هل ان انت بتحل مشكلة؟ هل انت بتدي معلومة صحيحة حقيقية؟ فانت لو عملت كده حضرتك يبقى كويس، او الفيسبوك يبقى دي اداة صالحة. بس الاب هنا هو اللي يبقى قدوة في البيت هو والام، انما الاب يقعد على الفيسبوك وينشغل عن زوجته او الزوجة تنشغل عن زوجها، سواء بالفيسبوك بقى سواء بالواتس اب او اي حاجة من اللي اتواجد دي كلها انشغلت. طب ما الاولاد شايفين كده بيرصدوا، فلما يرصدوا كده طب ما نعمل زي ابويا وزي امي هعمل كده. يبقى هنا الاسره كلها جالسين في مكان واحد باجسادهم، ولكن انشغالهم وارواحهم مش مع بعض، كل واحد في عالم تاني. لذلك يقول لك ايه، اعمل لي سندوتش بقى عشان اكل من على الفيسبوك. التجميعه بتاعه الاكل مع بعض ما بقتش موجوده، مفيش السفره ابدا ولا الطبليه. ولا الطبليه ليه؟ لان الفيسبوك اخذنا من اهم شيء وهو روح الوئام والالفه اللي موجوده في الاسره. فالفيسبوك لما ياخدنا كده لازم نفكر 1000 مره ليه الفيسبوك بيعمل كده، فضلا بقى عن ايه ان الاب طيب انا قاعد على الفيسبوك والشائعات نازله على الفيسبوك والعياذ بالله زي ما بتشوف كده، وطعن في الناس وطعن في الاعراض وطعن في الشرف، يجي الاب هل بتنبه ولادك على هذه الامور وتقول ان ده مش حل؟ يبقى هنا بيشوف الفيسبوك ماشي، بس شاف حاجات غير صحيحة شائعة عمال عاوز يغبش يعمل فتن في المجتمع وما أكثره وينشرها وشير. إنما المشكلة بقى إيه، إن الولد يجي يروح عاملين إشاعة ويروح عامل إعجاب ويشير. ده أنت كده ممكن لو هي شائعة مش صحيحة وشائعة يعني شائعة ممكن تأخذ إثم مع الذي نشر، وأنت بتنشر أنت رخ. طب بتعمل له إعجاب على إيه؟ على الشيء الكاذب. هل تحققت القدوة؟ هنا بقى الأب يجي يا ابني ما تصدقش كل حاجة تيجي على الفيسبوك، لازم يكون من مصدر موثوق، يا إما تتحقق أنت بنفسك يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى نتبين. الأب يعلم الولد هنا أدوات استخدام الفيسبوك نستخدمه إزاي، إنما نسكت يبقى هنا الأب مش قايم بدوره في القدوة والأم كذلك مش قايمة بدورها في القدوة. يبقى لازم نوجههم في إطار من الأخلاق، نستخدم كل الأدوات ولكن بأخلاقنا وليست بأخلاق غيرنا.